اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، وافتح لنا فيه أبواب الجنان، واغلق عنا فيه أبواب النيران، ووفقنا فيه لتلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين، يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.